وينضم إلينا الآن موفد قناة مكملين إلى القنصلية السعودية، ومن أمام القنصلية السعودية زميل محمد وريور. محمد، كيف تلقت وكالات الأنباء العالمية والمراسلين لديك كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ نعم خالد، هنا في محيط القنصلية السعودية هنا في مدينة اسطنبول يوجد حالة من حالات الوجود الإعلامي المكثف، ليس فقط من قبل وسائل الإعلام المحلية التركية ولكن أيضا الوكالات العالمية والصحف العالمية، حالة تشبه بأننا ننتظر إعلان نتائج انتخابات دولية وعالمية. الملاحظ خالد بأنه هذه الكلمة التي ألقاها رئيس التركي رجب طيب أردوغان، البعض كان يتوقع بأنه سوف يعلن نتائج التحقيقات النهائية في قضية مقتل خاشقجي، ولكن الملاحظ من خلال هذه الكلمة أنه كان ربما يضغط على الجانب السعودي في مناشداته المتكررة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بضرورة التعاون حتى يقوموا بإجراء التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي. وأنهى أردوغان هذه الكلمة ببعض التساؤلات تتعلق بأن 15 شخصا الذين جاءوا من الرياض إلى اسطنبول بخلاف 3 أشخاص الذين كانوا في القنصلية لن يكونوا كبش الفداء أو المتسببين فقط في قتل خاشقجي، ولكن على السلطات السعودية أن تخبر السلطات التركية بمن قام بإعطاء هؤلاء الأوامر حتى يقوموا بهذه الجريمة. أيضا أردوغان يبدو أنه لم يجد صدى في المحادثات الثنائية التي كانت بينه وبين الملك سلمان، فدفع إلى تصعيد هذا الأمر إعلاميا والضغط عليهم حتى يتمكنوا من التعاون معه بشكل حقيقي. أيضا خالد، حديث أردوغان عن المتعاون التركي، هذا المتعاون الذي أخفى جثة جمال خاشقجي في تركيا، طلب أردوغان من السلطات السعودية أن تعلن عن هوية وهوية هذا المتعاون التركي وأين هي الجثة الآن. يأتي هذا خالد الحديث، والخطاب السعودية لم تفصح عن يعني جنسية هذا المتعهد، وإن كانت يعني أغلب الآراء تتحدث عن أنه تركي ولكن حتى الآن لم يتم الإفصاح عن ذلك. لكن هل يمكن للقول بأن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي حلقة في إطار هذا المسلسل أو في إطار هذه القضية وليست هي الحلقة النهائية كما كان يتوقع البعض؟ لا لم تكن خالد الحلقة النهائية، خاصة بأن أردوغان ذكر بأن التحقيقات لا زالت مستمرة. أمس عندما أعلنت السلطات التركية العثور على إحدى السيارات المفقودة والتابعة للقنصلية في مرأب للسيارات هنا في مدينة اسطنبول وبالتحديد في الشق الأوروبي، يثبت بأن التحقيقات لا زالت مستمرة وأنها لم تنتهي مع انتهاء كلمة أردوغان، ولكن أردوغان أراد أن يضغط على الجانب السعودي حتى يتعاونون معه بشكل كاف في إطار هذه التحقيقات. أيضا في إطار هذه التحقيقات خالد، ذكرت السلطات التركية بأنها عثرت على بعض الآثار التي كانت تابعة لجمال خاشقجي والحمض النووي DNA التابع لخاشقجي، وتم معاينة ذلك مع خاشقجي وثبت بأنه يعود أيضا إليه، ولكن عدم تعاون السلطات السعودية مع السلطات التركية حتى في إطار تمكينهم من الدخول إلى القنصلية مع بداية الحادثة والواقعة، ذكر ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولكن السؤال هنا، هل سوف تتعاون السلطات السعودية بشكل كاف مع السلطات التركية في هذه التحقيقات، خاصة مع الحديث المتتالي من قبل عادل الجبير وأيضا وزير الطاقة السعودي بأنهم عليهم على السلطات السعودية محاسبة من قام بتنفيذ هذه الجريمة وأنهم لن يتوانوا في معاقبة ومحاسبة هؤلاء، ولكن أردوغان يقول بأن 18 شخصا عليهم أن يتم محاسبتهم ومعاقبتهم ليس في الرياض أو في السعودية ولكن يتم ذلك داخل الأراضي التركية، لأن ما حدث إن كان حدث داخل القنصلية ولكن حدث أيضا داخل الأراضي التركية. نعم خالد. محمد، ميدانيا هل هناك أي حركة يعني من موظفي القنصلية السعودية؟ هي القنصلية مفتوحة أمام المواطنين أم ما زالت القنصلية مغلقة ولا يوجد أي إقبال من المواطنين السعوديين أو من
ما يريدون أن ينهوا أوراق خاصة بهم في القنصلية السعودية. نعم خالد، الملاحظ هنا في القنصلية بأن حركة الدخول أو الخروج تكاد تكون معدومة، أو أنا شخصيا لم ألحظ دخول أو خروج أي شخص من كمواطن سعودي أو أشخاص يريدون أن ينهوا إجراءات لهم داخل هذه القنصلية، على الأقل من هذه البوابة التي نراها خلفي، ولكن هناك بوابات أخرى أنا لا أدري حقيقة ربما يدخل إليها المواطنون. البوابة التي نعم خلفك التي نراها الآن هي البوابة الرئيسية، ليس كذلك؟ نعم، هي البوابة الرئيسية التي دخل منها خاشقجي، وهي البوابة الرئيسية التي تدخل منها السيارات، ولكن يوجد أيضا بوابة أخرى في شارع يوازي هذا الشارع الذي نتواجد فيه الآن، يوجد بوابة أخرى ربما يدخل منها المواطنين أو المتعاونين الذين يريدون إنهاء إجراءات لهم داخل القنصلية السعودية، ولكن حقيقة لم يتسنى لي التأكد من عمل القنصلية في أيام العمل الرسمية أم هي فارغة الآن، ولكن الملاحظ خالد بوجود بعض السيارات فقط التابعة للقنصلية، لم نلحظ حتى دخول أو خروج سيارات جديدة بخلاف هذه السيارات التي هي خلفي الآن. نعم، هل هناك جديد بخصوص ما تم العثور عليه؟ وسائل الإعلام التركية بجانب موضوع السيارتين تحدثت أن صباحا تم العثور على ملابس لجمال خاشقجي أو ملابس جمال خاشقجي في منطقة ليفنت، هل هناك أي حديث عن ذلك؟ هل هناك أي يعني تعليق على ذلك أو تأكيد على ذلك أو نفي لذلك محمد؟ خالد، من خلال حديث رجب طيب أردوغان نستطيع أن نقول بأن يعني ما كان يسرب إلى وسائل الإعلام المحلية وأيضا الدولية، خالد يبدو أن هناك حركة ما لحركات السيارات، أو ربما هناك سيدة ترفع صورة لخاشقجي وتتحدث وهرعت إليها وسائل الإعلام، لا هي ليست حركة سيارات، ولكن هناك سيدة ترفع صورة سيدة تركية حتى الآن، هذه سيدة غير معروفة، هل هي خطيبة؟ هل هي خديجة وتهتف خطيبة ضد السلطات؟ هل هي خديجة خطيبة لا هي ليست خديجة، نعم ليست خديجة خل لا لا ليست خديجة ليست طيب. ليست خديجة، سيدة تركية قامت بذلك الأمر. فيما يتعلق بسؤالك خالد، يعني بحسب حديث السيد أردوغان فإنه يبدو أن ما كان يسرب إلى وسائل الإعلام المحلية أو التركية والعالمية أيضا هو كان حديث صحيح، لأن حديث أردوغان المتسلسل لم يختلف كثيرا عن التسريبات التي خرجت لوسائل الإعلام، فلا ندري حقيقة طبيعة هذه الملابس، وهل هي تعود إلى خاشقجي أم هي لشخص آخر، ولكن بحسب ما تم تسريبه لوسائل الإعلام المحلية أو التركية فيبدو بأن هذه المعلومات صحيحة، ولكن السلطات التركية تريد تفتيش السيارة التي وجدتها في إحدى الأماكن هنا في إسطنبول التركية، ولكن السلطات السعودية لم تتعاون معها. نعم خالد، أسألك، حتى الآن لم يتم إعطاء الإذن للسلطات التركية لتقوم بتفتيش هذه السيارة أو السيارتين؟ لم يتم الإذن بعد للسلطات التركية بالقيام بذلك من قبل السلطات السعودية، ويبدو بأن حديث أردوغان هو لم يكن كما ذكرنا هو حديث الإعلان النتائج، ولكنه حديث يحاول فيه أن يضغط على السلطات السعودية حتى تتعاون معه في إطار هذه التحقيقات، والتي ذكر بأنها لم تكن عملية عفوية تمت في شجار حسب ما قالت الرواية السعودية، ولكن كانت مدبرة منذ يوم 28 من الشهر الماضي. نعم، أتحدث عن أن هذا الحديث أيضا من الممكن أن يفهم بأنه محاولة لإسقاط هذه الرواية السعودية التي تحدثت عن شجار، ومن ثم بعد ذلك قالت بأنه قتل خنقا أو غير ذلك، يبدو أن الرئيس اليوم بهذه الكلمات حاول نسف تلك الرواية، ليس كذلك محمد؟
نعم أكيد نسفها خالد لأنه قال بأنه ليس فقط عمل جنائي ولكنه عمل مدبر، ولن يتم محاسبة أو جعل 18 شخصا هم كبش فداء لهذه العملية، ولكن هو عمل مدبر ومخطط له، وقامت السلطات السعودية بإرسال أشخاص منذ يوم 28 من الشهر الماضي للتخطيط للقيام بهذه المهمة، وقاموا بالاتصال بخاشقجي حتى يأتي في الموعد المحدد له، وقاموا أيضا بسحب ذاكرات الكاميرات المراقبة الموجودة داخل القنصلية حتى يتسنى لهم عدم تسجيل ما حدث لخاشقجي. نعم محمد وريور موفد مكملين من أمام القنصلية السعودية باسطنبول، شكرا جزيلا لك وفي انتظار المزيد من المعلومات محمد.